معلومات واردة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني فادها وجود مذبح غير شرعي يمارس فيه ذبح الأحمرة والبغال أكرمكم الله وتخدمها للمستهلك على أنها لحوم حمراء طازجة صالحة للاستهلاك البشري. بعد التأكد من المعلومة وتحديد المكان تم تشكيل دورية واقتحام المكان ليسفر ذلك على توقيف 3 أشخاص من بينهم قاصر ينحدرون من المنطقة إضافة إلى حجز كمية معتبرة من اللحوم الحمراء مهيئة للاستهلاك البشري. بعد التنسيق مع البيطرة تبين أنها تعود للبغال والأحمرة أكرمكم الله. تم الحجز النهائي لهذه المواد وتم فتح تحقيق كذلك وسيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من ذلك. المعلومات الواردة لفرق الدرك الوطني والتي من خلالها تم تبليغ على وجود مذبح غير شرعي للحوم الحمراء قمنا إثر دعوة من طرف الدرك الوطني بالانتقال إلى عين المكان لاشتباه أن هناك لحوم حمراء تشتبه في أنها من جنس الحمير. بعد انتقال إلى عين المكان رفقة مكتب الصحة والنظافة والدرك الوطني وبتنسيق مع مديرية التجارة تبين أنها لحوم تعود إلى صنف الحمير.